هاي شلونكم؟ اليوم بدي شارك معكم شغلة. جدو اليوتيوب عم بتنزل فيديوهات تعمل اغاني وتوصل لاكثر من 100,000 سبسكرايبر كله بعرق جبين رفقاتك ومفكر انه هذا الشيء راح يكون بدون عواقب. مين قال لك؟ رفقاتي كثير بينبسطوا لما يطلعوا فيديوهاتي وبحبوني كثير. قلت لك رفقاتك بحبوك شريف؟ مستحيل. ايه شريف، شريف اللي طلع معك في فيديو تيك توك واللي صور لك غنيك ل 2020 واللي حتى بزقت عليه كل هاد. شريف لا تصدق. امك خبرتني وقالت لي انه ما لازم طالعك بولا فيديو لانه اخر مره طالعتك ما ضل بنت بسوريا كلها ما حكيت معك. وبغنيه 2020 ما كان بدي اياك تطلع قدام الكاميرا لانه بخاف البنات يهجموا عليك هجم. انت ما بتعرف شو يعني تطلع على قناتي البنات بياكلوك اكل. لما انا طالعتك وبزقت عليك كان هدفي تعلى من قيمتك لانه انا رامي عبد الحي وبزقتي كثير مهمه. لولا ما انت اشطر مصور ما بقى لك تصور لي فيديوهات اللي هي اهم فيديوهات بالوطن العربي معروفه. انا بعرف اذا بتطلع جواتك انت متاكد من هذا الشيء ورح تتذكر كل شيء منيح. تلحص طيزي أصلاً يوتيوب كله بايخ. يوتيوب مرحبا معلم. خير يا طير. عندي اخبار منيحة. هات لشوف، خبرني شو الاخبار البطيخة. رامي هرب. هرب؟ كيف هرب؟ كيف تخلوا يهرب؟ والدرع وينه؟ ايه الدرع لسه موجود. الدرع موجود او رامي هرب؟ بحفظ رامي يعني. المهم نحن الدرع يعني الدرع موجود. رامي بحفظ رامي. المهم الدرع يا باشا. قلبي شخيت. عندي هدية لكم. معلش عارف شلون ما بيعكس. واو مبين الكاميرا. واو مبين انا. ما رح طول الفيديو كتير. الفكرة الرئيسية انه صار عنا درع اليوتيوب. لولا كل واحد فيكم عم يعمل لايك وكومنت وفيو وكل شي بالعالم حياتي ما كنت وصلت لهذا الشيء. اذا بتقدروا تطلعوا من هذا الفيديو مع اي فكرة هي انه انا تمثيلي حلو. بس الشغلة التانية، فكرة انه انا هلأ ماسك درع اليوتيوب هي فكرة بحياتي ما كنت اتخيلها وكنت احلم بهذا الشيء كل يوم. كنت فكر انه مستحيل حدا عايش بسوريا او عايش بحلب او رغم كل الظروف يقدر يحقق هيك انجاز. بتمنى اي شخص حابب يبلش على اليوتيوب او اي هدف بشكل عام ما يحط حدود ذهنية له، ما يقول لانه انا عايش بهذا المحل ما بقدر حقق ولانه اي شيء. كل الشغلات بالحياة بتبين صعبة ومستحيلة بين ما يجي شخص ويبرهن انه هي ممكنة. اذا انت شخص عايش ببلد ما كتير بيدعمك او ظروفك المادية ما كتير منيحة، اذا انا بقدر حقق هذا الهدف يلي انا قبل فترة كنت اتخيله مستحيل، انت بتقدر تعمل اي شيء وين ما كان. وبس احفادي بحبكم كتير عن جد من كل قلبي واحد واحد. صدقوني لسه ما بلشنا وهلا هي البداية، بس خلونا نختبر
نختبر هالرحلة سوا ونكون أسعد ناس بالعالم. أنا رامي عبد الحي جدو اليوتيوب وهي هدية لكم. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined.